السلام عليكم ورحمة الله. غادي نشوفو مع القاش كنخدمو بيها بموتور اسينكرون تري فازي ان شاء الله. غادي نشوفو واحد بحال شيما بحال خطاطا كتلخص لينا جميع الخاصيات والعلاقات اللي كنخدمو بيها بموتور اسينكرون. غادي نبداو على بركة الله. ديال اكتفاء هاد الشيما هادي ويجيوك جميع العلاقات ديال الموتور سانكرون ساهلين ماهلين. إذا عندنا تريفازي عندنا تروالين نقول لاينين يعني لا فاز تروا فاز. عندنا الفاز الأولى الفاز الثانية الفاز الثالثة. عندنا الفاز الأولى لاين أ لاين دو لاين تخوا. بالنسبة موتور اسينكرون تريفازي فيه ستاتور وفيه الروتور. هاد الروتور هو اللي كيدور لينا لا شارج داكشي اللي بغينا حنا ندورو. هي لا شارج سي اش هي لا شارج داكشي اللي بغينا ندورو حنايا بهاد الموتور كتسمى لا شارج. إذا عندنا موتور تريفازي موتور اسينكرون تريفازي. إذا عندنا لالي الأولى كيدوز من واحد الكورون إي لالي الثانية تاعو الكورون إي ولالي الثالثة تاعو الكورون إي. ما بين كل طونسيون طونسيون ما بين عفوا ما بين كل لالين ولالين يعني ما بين فاز وفاز يكون عندنا طونسيون كومبوزي كتسمى إي. ما بين هاد الفاز والفاز كاين تاني طونسيون U. وما بين هاد لافاز وهاد لافاز عندنا طونسيون U كيسمى طونسيون كومبوزي اونتر دو لين اونتر دو فاز. اذا عندنا ستاتور فيكس ما تيدورش فقط كي كري شون مانيتيك ستاتور و الروتور كيدور. الروتور كيدور هو اللي كيدور لينا لا شارج. اذا نبداو على بركة الله. اذا عندنا الموتور كنعطيوه بوسونس إلكتريك. البوسونس إلكتريك بالنسبة للموتور كتسمى البوسونس أبسوربي يعني اللي كياخد الموتور بوسونس أبسوربي ولا كتسمى البوسونس أكتيف. إذا البوسونس كنعطيوه حنا الموتور بوسونس أبسوربي هو بي أ ولا بوسونس إلكتريك حيت كنعطيوه حنا الضو كنعطيوه الإلكتريسيتي. إذا اش كيساوي طونسيون اي فراسيم 3 عندنا تريفازي مضروبه في كوسينيس في هاد كوسينيس في مازال غنتكلمو عليه من بعد. كوسينيس في كتسمى فاكتور دو بويسونس. اذا بي ا بويسونس ابسوربي كيساوي او في فراسيم 3 كوسينيس في بويسونس اكتيف بويسونس ابسوربي بويسونس الكتريك ايغال ا طونسيون فوا كورون فراسيم 3 فوا كوسينيس في. إذا ملي كنعطيوه حنا الإلكتريسيتي ملي تنعطيوه إلكتريسيتي الموتور هاد ستاتور ديال الموتور فيه لي بوبين. حنا كنعرفو بأن لي بوبين ملي تعطيهم إلكتريسيتي كيكريو شون مانيتيك. مثلا عندك شي واحد الكارطونة مثلا كارطونة يعني ماشي كوندكتور ملي تعطيها إلكتريسيتي ما تكريش شون مانيتيك. شي حاجة لي كوندكتور بحال البوبين بوبين كتكون من نحاس من الكويفر. اذا كوندكتور يعني موصلة الكهرباء ملي تعطيها الكورون طونسيون كتكري لك شون مانيتيك. اذا هنا او نيفو دو ستاتور عندنا لو شون مانيتيك رمزو ليه بحال هكا لو شون مانيتيك. اذا ملي كنعطيو قلنا البوسونس ابسوربي يعني ملي كنعطيو الإلكتريسيتي أو نيفو ديال ستاتور كيتكريا لينا شون مانيتيك. هاد لو شون مانيتيك كيتحرك بواحد لا فيتاس إن إس يعني باش كيتحرك لو شون مانيتيك إن إس لا فيتاس دو موفمون دو شون مانيتيك هاكاك إن إس. وعندنا واحد كوبل تاني إلكترو مانيتيك
يعني الجهد باش كيتحرك هذا الوش المانيتي، كيتحرك بهذه السرعه وبهذا الجهد، كوبل الكترون مانيتي مزيان. اذا هذا البويسونس ابسوربي محيط الوش المانيتي، هذا البويسونس ابسوربي اللي عطيت ال سميتو والله اللي عطيت الموتور باش تعمل، الله اللي عطيت الموتور كرياتني الوش المانيتي. اللي عندنا هنا au niveau de stator puissance de transmission puissance de transmission c'est-à-dire puissance de transmission de stator au rotor elle puissance le rétablissement stator le rotor elle puissance de transmission sur l'intérieur comme je disais je n'ai pas la puissance de transmission ou la puissance absorbée là dans la le moteur ناقص لي بيرز غيدعوني هنا شي غيدعوني هنا غيدعوني هنا لي بوسونس كيتسمو لي بيرز غيدعوني هنا لي بيرز على شكل حراره ولا على شكل مانيتيك. المهم حنا ما نتعمقوش بزاف، حنا غيدعوني هنا لي بيرز كاين جوج ديال لي بيرز لي بيرز هنا au niveau de stator كاين لي بيرت جول ستاتوريك و لي بيرت فير ستاتوريك. يعني انا ملي غنعطي لو بويسونس ابسوربي غيدير ليا منو من هاد البويسونس ابسوربي غيدير ليا منو لي بيرت جول ستاتوريك و لي بيرت فير ستاتوريك، و غادي نخرج بواحد البويسونس دو ترانسميسيون. غنخرج هنا بواحد البويسونس دو ترانسميسيون هو اللي غيديني للروتور. الروتور غيوصلو للبوسونس دو ترانسميسيون، الروتور غيدور بواحد لافيتيس، واحد لافيتيس ان اغ، لافيتيس دو روتاسيون دو روتور، غيدور بواحد لافيتيس ان اغ، و بواحد الجهد كيتسمى الكوبل اوتيل. هاد الكوبل اوتيل هو اللي يقدر يدور لينا لاشارج، كوبل اوتيل بيرمي دو tourner la charge. On t'a vu la puissance utile. La puissance utile en dehors de la cabla de la charge. Mzien. On a vu la puissance utile. Je ne sais pas. Mais il a la puissance de transmission. L'ijbna m'instator la rotor. La puissance de transmission n'a pas ni les pertes. C'est un atteint au niveau de stator et les pertes. جوج تان جوج ديال لي بيرت داك النا جوج ديال لي بيرت جول روتوريك و لي بيرت ميكانيك شلاك الله. اذا نعاود، اذا الا فهمت هاد الشيمه هادي جميع العلاقه تحفظها يتفهموا لك. اذا عندنا موتور تريفازي اسينكرون، اذا عند فيه ستاتور و روتور، لالين ال1 ال2 ال3 كاين عندنا اي une tension composée entre deux phases, tension composée entre deux phases U. Adna canateur une puissance absorbée, une canateur puissance électrique, puissance active. Canateur qui est un stator qui crée un champ magnétique stator. Le champ magnétique est par la vitesse NS ou par le couple électromagnétique. Couple électromagnétique ou NS. Mzien. Hakak. Men va la puissance de transmission, l'état de stator-rotor, transmis entre stator et rotor, au niveau de stator au rotor. Nous y sommes. Nous sommes au rotor. Le rotor qui est la puissance, qui est l'énergie, qui est dans le rotor. Ou la vitesse NR. Ou le couple utile. L'état de la puissance utile. La puissance utile, mais où est la puissance de transmission, n'a les pertes rotoriques ou les pertes mécaniques. Ah, ou là, la puissance utile, où est la puissance absorbée,
ناقص لي بيرس كامل بوسونس اللي عطينا حنا في الاول ناقص هاد لي بيرت اللي داروا لينا في ستاتور وفي الروتور لي بيرت جو ستاتوريك لي بيرت فيرست ستاتوريك لي بيرت جو روتوريك ولي بيرت ميكانيك. اذا هادي هي اذا هادشي اللي عندنا فهاد فهاد الشيما اللي نعقلوا عليه حنا مزيان هو هنا طالين على البوسونس ابسوربي بوسونس الكتريك بوسونس اكتيف هنا في ستاتور كيتكريانينا لو شون مانيتيك Ok, dernier, je veux dire les pertes jaunes statoriques ou les pertes fer statoriques. Et là, au niveau de stator, on a le champ magnétique qui est à la vitesse NS, ou le couple électromagnétique. Et là, au niveau de rotor, on a la puissance de transmission. La puissance de transmission est à la rotor. Rotor est déterminé les pertes rotoriques ou les pertes mécaniques. Rotor qui est de la vitesse NR, ou fait le couple utile, on a la puissance utile de la charge. Je la donne. On a la charge. On a la puissance. On a la puissance. Puissance absorbée. On a la puissance électrique. Puissance active. Ou tension. Le courant. Je garde la tâche, racine 3, pour le facteur de puissance, cosinus. Bien. La puissance de transmission. La puissance de transmission. Je vais essayer. La wille gna, qui est originaire de mon stator, je vais chier. La rotor. Ma houa illa la puissance absorbée. La tâche, la ناقص لي بيرت لي بيرت لي كاينين في ستاتور لي هما لي بيرت جول ستاتوريك زائد لي بيرت فير ستاتوريك دان هذا هو البوسونس دو ترانسميس البوسونس يوتيل ما هو الا البوسونس دو ترانسميسيون هذا اللي مشى من هنا من puissance de transmission le rotor bêche rotor et d'or d'avoir la charge mais où est la puissance de transmission tiens n'a qu'est les pertes les kinéfines rotor les hommes les pertes joules rotoriques zaïd les pertes mécaniques les poissons s'agit là on connaît le maximum tani puissance utile qu'est-ce que tani la puissance absorbée il est maintenant la ligne n'a qu'est-ce que nous les pertes coulant n'a qu'est-ce les pertes جول ستاتوريك زائد لي بيرت فير ستاتوريك زائد لي بيرت جول روتوريك زائد لي بيرت ميكانيك مجموع ديال لي بيرت مزيان اذا نمشيو دابا كوبل اي كوبل اوتي كوبل اوتي كوبل الكترو ميكانيك اذا بالنسبة لي كوبل عندنا الكوبل الكترو ميكانيك كيساو فين كاين الكوبل الكترو ميكانيك كاين هنا او نيفو دو ستاتور كيساو البوسونس دو ترانسميسيون حيت هنا في ستاتور كاين البوسونس دو ترانسميسيون على 2π مضربة في n اش من n ديال ستاتور يعني الفيتاس ديال ستاتور حيت الكوبل الكتروميكانيك قلنا قبيله كاين هنا في ستاتور هنا كاين الكوبل الكتروميكانيك هنا
لكن على فيتيس ان ان اس. غير واحد القضيه الكوبل الوحده ديالو نيوتن في المتر، ديال الوحده ديالو نيوتن مضروبه في المتر. دا ملي كنبغي نحسب كتكون عندها دي تو باغ مينوت، كنضرب في 60، كنضرب الفوق 60 باش يخرج لي نيوتن في المتر، ولا كنقسم هادي على 60 يعني كطلع 60 الفوق، كنضرب هنا في 60 باش يخرج لي نيوتن في المتر. نمشي الكوبل اوتيل، اذا هنا في اونيفو دو الروتور عندي ان ار وعندي الكوبل اوتيل. الكوبل يوتيل كيساوي البويسونس يوتيل في خدامي دابا روطا بويسونس يوتيل لا دو فوا بي ان ار لا فيتاس ديال روطا. دائما الوحدة ديالو لونيتي نيوتن في المتر، نيوتن في المتر. اذا ملي كنبغي نحسب تنضرب 60. شوف دابا ثم قلنا قبيله عندنا هنا ستاتور لي بيرت جول ستاتوريك لي بيرت فير ستاتوريك، هنا لي بيرت جول روتوريك و لي بيرت ميكانيك. لي بيرت ميكانيك زائد لي بيرت فير ستاتوريك كيساوي لي بيرت كونستانت. واحد العلاقة اخرى هادو زائد هذا لي بيرت فير ستاتوريك زائد لي بيرت ميكانيك كيساوي لي بيرت كونستانت. بالنسبه لي بويسونس كلهم الوحده ديالهم بالوات، بالوات. بالنسبه لي فيتيس تور بار مينوت، لي فيتيس تور بار مينوت او لا تور مينوت موانزا تور بار مينوت، دوره في كل دقيقه. اذا قلنا لي بيرت كونستانت هما لي بيرت ميكانيك زائد لي بيرت فير ستاتوريك. إذا نبقاو لنا دابا لي بيغ جول ستاتوريك و لي بيغ جول روتوريك. لي بيغ جول روتوريك ساهلين، هو الجليسمون مضروب في البويسونس دو ترانسميسيون. هاد البويسونس دو ترانسميسيون لي جا الروتور هنا مضروب، مضروب في الجليسمون كيعطينا لي بيغ جول روتوريك. لي بيرت جول روتوريك كيساوي الجليسمون، غنتكلم على الجليسمون من بعد، الجليسمون فوا البويسونس دو دو ترانسميسيون، الجليسمون فوا البويسونس دو دو ترانسميسيون. بقى لنا دابا لي بيرت جول ستاتوريك، ثلاثة العلاقات فيه لي بيرت جول ستاتوريك. إذا غنحيد الشيما